حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك فقال اما اني اشهدك انه حر قال فهو حين يقول يا ليله من طولها وعنائها على انها من داره الكفر نجتي